كيف أغير لغة البرنامج؟ بالضغط على الصورة الخاصة بحسابك، تقوم بالضغط على Setting إعدادات، ثم الذهاب إلى هذه القائمة Apps Language لغة التطبيق. من هذه القائمة يمكنك الذهاب واختيار اللغة العربية المملكة العربية السعودية، ثم الضغط على إعادة التشغيل، ويتم إعادة التشغيل البرنامج باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.